حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو بن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا فيه حبسهم العذر وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن انس عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الاول اصح